أقيم تحت رعاية معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. أقيم الاحتفال بتكريم الوحدة الحاصلة على المركز الأول في برنامج اختبار وتقييم الجاهزية القتالية والإدارية للعام 2016 وذلك تزامنا مع ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين 49. وقد بدأ الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها قدم اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات إيجازا عن برنامج اختبار وتقييم الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2016. ثم تفضل المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتكريم الوحدات الفائزة وهي القوة الخاصة الملكية ووحدة الصيانة الفنية. بعدها تم رفع راية القوة الخاصة الملكية الفائزة في برنامج اختبار وتقييم الجاهزية القتالية والإدارية للعام 2016. وقد هنأ معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الوحدات الفائزة في برنامج اختبار وتقييم الجاهزية القتالية والإدارية للعام 2016 مثمنا معالي ما ظهرت به تلك الوحدات من مستوى في الجاهزية متميز وبكفاءة عالية وبروح معنوية متقدمة مما مكنهم من الحصول على هذه المراكز المتقدمة والتي تدل على قدرة وفعالية شتى منتسبي أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين لتنفيذ مختلف المهام من الناحية القتالية والإدارية والتدريبية وجهوزيتهم لتنفيذ الواجبات الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف. وأعرب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تقديره لكل الجهود الطيبة التي بذلت لرفع مستوى الجاهزية القتالية والإدارية في أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. وقال المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في هذه الأيام التي نحتفل فيها بالذكرى 49 بتأسيس قوة دفاع البحرين نتقدم إلى جميع منتسبي قوة الدفاع بالشكر لما يقومون به من واجب وطني مقدس حماية للوطن والعرفان لعملهم الدؤوب للارتقاء بقدرات أسلحة ووحدات قوة الدفاع مقدرين ما حققوه ويحققونه من إنجازات مشهودة انتقلت بقوة دفاع البحرين إلى مصاف الجيوش المتقدمة. وأشار المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى أن مسيرة قوة الدفاع في ظل الرعاية الدائمة والاهتمام الكبير من قبل عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله قد تحققت من خلالها العديد من الإنجازات الكبيرة، مضيفا معاليه أنه لتلك التوجيهات السامية والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله هي أكبر الأثر فيما وصلت إليه قوة الدفاع من مستويات عالية. وأكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل الرؤية الملكية السديدة فإن قوة دفاع البحرين ومنذ اليوم الأول لتأسيسها عام 68 كانت ولا زالت على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها في المسار الوطني والخليجي والإقليمي على حد سواء، وشقت طريقا راسخا في هذا الشأن وتحملت مسؤوليات هامة في مجريات أوضاع الاستقرار على تلك المستويات. وقال معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إننا نفخر بأبناء هذا الوطن الغالي من رجال قوة الدفاع الذين ينفذون الواجب الوطني في مختلف مواقع العمل العسكري، وإن مشاركتهم دائما فاعلة في جهود حفظ الأمن والسلم في المنطقة ومن ضمنها المشاركة في عمليات قوات التحالف العربي في البر والجو والبحر بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة دفاعا عن الحق وذودا عن الشرعية ودعما ومؤازرة لقضايا أمتنا العربية.